أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: لقد عمت البلوى وتفشت بحلق اللحى، وإننا نخالطهم في العمل وغير ذلك، والسؤالي وإننا نخالطهم في العمل وغير ذلك، والسؤال: هل النظر إلى من يحلق لحيته يأخذ حكم النظر إلى الأمرد؟ من ناحية الفتنة، إذا كان فيه فتنة لا تنظر إليه كبيرا كان أو صغيرا، المدار على وجود الفتنة النظر إليه كبيرا كان أو صغيرا. أما إذا كان ما فيه فتنة فلا يحرم النظر إليه، لكن الإنكار المنكر لا بد أنك تنكر عليه وتنصحه، وإن حصل أنك تبعد عنه تعتزله هذا مطلوب، ولا تصاحب مثل هؤلاء. نعم.